حضرات السيدات والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة هذا اليوم أو البارحة إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي المرشحين. وفي هذا السياق فإن النتائج المعلنة عنها على صعيد مكاتب التصويت تبين أن نسبة المشاركة خلال الاقتراع 7 أكتوبر بلغت تقريبا 43%، بمشاركة 6,750,000 ناخب وناخبة. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية وعددها 92 كما تعلمون. على النتائج المؤقتة التالية، لما أقول مؤقتة أي بعد فرز تقريبا أكثر من 90% من الأصوات. النتائج هي كما يلي: في المقدمة حزب العدالة والتنمية ب 99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 31 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا. فيما يتعلق بالنتائج تنشوف هذا سميتو الناطق الرسمي واللي كيوزعنا، شوف معاه سينا عيط عليه. اعتقد على انه هذا نجاح وتقدم كبير لحزب الاصل والمعاصره، وكذلك بالنسبه للخريطه المعلن عنها هذه النتائج الجزئيه حوالي 90%، اعتقد كاين غيكون نقاش وغيكون حوار في وسط النخبه السياسيه والنخب الحزبيه حول المستقبل ديال التحالفات. شوف اللي كي يصاب بالاحباط بالنتائج ما خصوش يعمل السياسه. احنا بالنسبه لنا داخل حزب الاصاله والمعاصره رفعنا السقف، كان طموحنا هو انه نحققوا ووصول المرتبه الاولى، اقتربنا من المرتبه الاولى الحمد لله، لان حتى الفارق ما بيننا وما بين الحزب العدالة والتنمية ليس بفارق كبير، ولكن مقارنه بالنتائج سنه 2011 يعني حزب الاصاله والمعاصره حقق واحد نقله نوعيه وصار معادله ورقم صعب في الحياه الحزبيه والسياسيه المغربيه. يعني من 47 او 48 مقعد الى 80 مقعد دون احتساب اللائحه الوطنيه، فهذا مكسب لحزب الاصاله والمعاصره، وكيأكد قوه المشروع الحداثي الديمقراطي لحزب الاصاله والمعاصره. فيما يتعلق بمستقبل التحالفات قبل ما يجتمع المكتب السياسي، انتم كتقولوا بشكل مطلق يعني قبل تجتمع المجلس الوطني او المكتب السياسي كتقولوا بشكل مطلق على انه لا تحالف مع حزب العداله والتنميه. لا تحالف مع حزب العداله والتنميه بالمطلق. فيما حصل حزب التقدم والاشتراكيه فقط على 7 مقاعد، اما حركه الديمقراطيه الاجتماعيه فحصلت ايضا على 3 مقاعد، فيما جمعيه اليسار الديمقراطي فقط مقعدين، وبقي الاحزاب الاخرى مقعدين ايضا.